إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا النقل المباشر من قلب بن سلمان عكس باقي الموجة اللي طالع فيها الفواكه بزاف. الليمون موجود هنا والثمن ديالو 100 درهم الكيلو فقط. صورة أمامكم، الموز وصل ما تقدروا خيرات مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي. إذا دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم على هذا النقل المباشر من قلب بن سليمان فعكس بعض المدن اللي طالعه فيها الفواكه بشكل كبير وكبير. فهنا ليمون موجود داير 100 درهم الكيلو، في حين ان الموز واصل 12 درهم الكيلو. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه الشعب، قناه شوف تيفي، الصوره امامكم، خيرات تبارك الله، كل شيء موجود. الصوره امامكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناه شوف تيفي، دائما اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من قلب بن سليمان لعشاق الفواكه. الخيرات موجودة في بن سليمان والثمن مناسب. فليمون داير 8 درهم، في حين أن البنان الثمن ديالو واصل 12 درهم. الصورة أمامكم، خيرات تبارك الله. إذا دائما مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شوف تيفي، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر من قلب بن سليمان لعشاق الفواكه. الخيرات موجودة والثمن ثمن مناسب عكس بعض المدن وبعض الأسواق اللي الثمن ديال الفواكه طالع بشكل كبير وكبير. فاليوم الليمون داير 8 درهم والموز 12 درهم، في حين أن التفاح من 15 حتى 20 درهم على حساب الجودة والنوع والشكل ديال الأثمنة اللي كاينة. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تيفي، دائما أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا النقل المباشر. إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة شعب، قناة شوف تيفي، الصورة أمامكم، خيرات بلادنا، كل شيء موجود تبارك الله. الصورة أمامكم لعشاق الفواكه، فالخيرات موجودة تبارك الله. ليمون داير 8 درهم الكيلو، البنان 12 درهم، التفاح 15 درهم. نتمنوا الخير يا ربي، نتمنوا إن شاء الله الثمن يرجع شيء ما. مشاهدينا الكرام، إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الشعب، قناة شوف تيفي، فما بقى لي إلا نودعكم بعد ما كنت معكم في نقل مباشر من قلب بن سليمان. فالفواكه طالع الثمن ديالها في متناول، بعد فواكه في متناول الجميع عكس بعض المدن اللي طالع الثمن ديال الليمون واصل 12 درهم 10 درهم. فالليمون اليوم داير 8 درهم بن سليمان، والبنان واصل 12 درهم. مشاهدينا الكرام، ما بقى لي الا نودعكم، دمتم في رعايه الله، الى اللقاء، نلتقي في بث مباشر اخر ان شاء الله.